حاملة هموم المرأة التونسية وتطلعاتها، اختارت هند شاوش بطلة تونس المشاركة في حملة الترويج لمرشحها بطريقتها الخاصة. وتشترط هند على الرئيس القادم المحافظة على مكتسبات المرأة بل وتدعيمها في كل المجالات. احنا ما نكذبش عليك متخوفين شوية على خاطر برشا الناس ظالمين يحبوا يجيوا ويشكوا في الحقوق متاع المرأة. انا وريت وعندي 23 سنة مثال في الميدان متاعي اللي هو ميدان الرجولي، كان معروف حكر على الرجل الراليات الصحراوية اللي المرأة التونسية قادرة. واليوم انا اللي عمري ما كنت نعمل في السياسة، نعمل كان سياسة رياضية معناها ندافع على المرأة التونسية والمرأة العربية. صفاقس تحولت إلى وجهة سياسية لاستمالة أصوات الناخبين، مرشحون وكأنهم في مناظرة على الهواء الطلق في مناطق عدة في ولاية صفاقس. احنا اليوم قدمنا رؤية لصفاقس مبنية على معرفتنا الواقع هذه الولاية ومشاكلها والأشياء التي حالت دون وضع هذه الرؤية. صفاقس إذا نحبوا حقيقة نبنيه عاصمة اقتصادية يلزم 3 أو 4 محاور أساسية. بعض المرشحين رهنوا على دعم التجارة والاقتصاد، فلا مستقبل لتونس دون ما محيطها المغاربي والعربي بحسب البعض. أكثر اندماج وأكثر عمل على مستوى المغرب العربي هو الحل الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، وهو اللي مش يضمن سلامة المنطقة ومش يكون نموذج حتى على مستوى دولي. دولة قوية فردة قادرة على فرض القوانين على الجميع يلزم حالة التسيب، قادرة على القضاء على الفساد السياسي يلزم نبدأ به هو استقبل من حكي ولي شكل من الأشكال الجريمة الأخرى القضاء عليها، وطبعا في نفس الوقت عادلة مع موظفيها اللي يخدموا يقاوا المكان متاعهم يقاوا الترقية متاعهم. تقترب الحملة من نهايتها وسط تصاعد وتيرة النشاطات للمرشحين بمزيد من الوعود في رفع تونس اقتصاديا وسياسيا وبجرعة أكبر في تبادل النقد للبرامج المطروحة. عطلة نهاية الأسبوع شهدت إنزالا كبيرا لأغلب المترشحين لرئاسيات تونس، منهم من استطاع حشد عديد من الأنصار ومنهم من اكتفى بجولة في الأسواق لتقديم الخطوط العريضة لبرنامجه. أحمد حرز الله، العربية، من صفاقس، جنوب تونس.